أزاد ديكور إمبراطورية الأثاث. مرحبا بكم في حلقة جديدة من حصتكم المفضلة على قناتكم المفضلة اللي تجيكم كل أربعاء على 9. مفضلة غصبا عنكم. واليوم كما كل حلقة نستضيف ضيوف جدد، ضيوف نحبوهم وعزاز على قلوبنا. الموضوع نقول لكم موضوع قبل، الموضوع تاعنا تاع اليوم اللي هو وصفة الجدة لي غوسا دي غرومير اللي ما نستغناوش عليهم. واليوم عندنا ضيف اللي حنبريزونتيو لكم دوكا. شوفوا كي نقول لكم اكتر، كي نقول لكم وسيم، كي نقول لكم دير البوز فوالا بروديكتور، اب كلش يعني خلاص ما خلاش حتى ما خلى لنا والو. ونقول لكم الحار سورتو معنا محمد رغيس، مرحبا بك معنا اليوم. بارك الله فيكم وشرف لي نكون معكم اليوم بعد غياب كبير بما يخص مونيا. تقابلنا السنة اللي فاتت أميرة ومفيدة، ما هذه أول مرة وفرحان بكم بزاف، وفي الحقيقة أحلى بكثير من ياسر من التلفزيون. عين رحمه فيه حاتم، والله شرف لينا، نفرح بنت بلادي عيش، وانتم هم الأمهات وانتم القدوة تاع الشباب الجزائري في الجزائر. ما كانش انتم ما كانش احنا. شكرا. الاخت رشا، الاخت نوالي ثاني مرحبا بكم، وراني لي الشرف نكون معكم. هذه نوالي الشرف لينا، فهذه الامسيه ان شاء الله تكون امسيه جميله ان شاء الله بكم. ان شاء الله. ومعنا صديقه قبل كل شيء وانسان اللي نحبها بزاف وانتم تحبوها بزاف، غابت علينا شويه هذه الفتره، واليوم راح نديكوفريو علاش واش كاين جديد وكلش. معنا رشا مقران، مرحبا بك معنا اليوم. أيلول كي تقدمك النود أنا نقو. مرسي شكرا للانفيتاسيون. مساء الخير عليكم، مساء الخير على كامل المشاهدين اللي راهم يتابعوا فينا. يعطيكم الصحة على الانفيتاسيون اليوم، سمحتوا لي أني نطلع على المشاهدين أونكور أون فوا، ولا من بعد غياب طويل معاكم الزينات ومع محمد وأوسي نوال، دونك سان في فريمون بليزير. توحشتكم وتوحشتني تنطل على الشاشة. ميرسي، مرحبا بك رشا. يعيشك. اليوم راح يكون معنا ثلاث ضيوف، المطربة الفنانة الجميلة المغنية معنا نوال إيلول، مرحبا بك. مولات الدار إيلول تحل الباب وتجي. بما يخص نوال، تلاقيتها انا في 2016 كان الجزائري شفاي لا شفتها في 2016. لكن تلاقينا بزاف انا وياها، انا وياها بزاف شرطو ديالها خذ ميموار غادي على بالكم بها. مرحبا بكم معنا في دارنا. يعيشك، ميرسي، قعدتكم حلوه. ميرسي بوكو. صحموني اليوم راهي عاقله وما فهمناش. سناني جايه، سناني جايه، مازال يتحمي. واقرعوا الطبول وكامل معنا الفنانه القديره مونيا بن فغول. جيسبر كو توحشتونا اوطون كو حنا توحشناكم. عاودنا طلعنا عليكم مع ضيوف مميزين. بون ماشي معناتها الضيوف اللي جازوا ما نحبوهمش مش مميزين، بصح هادو ما نحبوهم شويه اكثر. لا غالبا نستعرف فادي ولا نحبوهم شويه اكثر. دونك فوالا، ان شاء الله السهره تاع اليوم تجوز خفيفه ظريفه، ونضحكوا كيف كيف ونقصروا كيف كيف، اي وندوزوا ان بون مومون. فوالا ان شاء الله. والفنانة الطويلة طويلة النشيطة سمينة الجميلة
طويله قولي قصيره وعريضه. ولا حبيبه قلبي مفيده اللي بلا بها ما تحلى قاعده والله. قولي ليها انت تفني مفيده غير واحد يقول لك مفيده زعما انيقه وتبدا هذه مسنينه غير طويله وقلت لها شويه طويله الله يبارك ما نقولش طويله ها نحي صباط صباط العهد برافو معليش مزيه ما عنديش كومبلكس مزيه لا مولات الله سينو يبريزيوني هاد الزوج هذاك والله كنت معاك شكون كان معنا كي كنا نقولوا في ليلاج وعينيها شابين وما تحقش معايا كومبلكس انا شاهده علاش مزيه صح انا بناتي مشاكسات دار مولا مدلومه شافي مشاكسات مشاكسات بناتي هذه ديما قدام ضيافك اشتي وانا دائما نفضحها بنات كي توصيهم تقول لها بالك عندنا ضيافه لا غير هاك مفيده لا غير هاك انا واش ندير مسكينه مفيده لابسه الحجاب يعني وانا عندي واحد البروبليم مع مفيده دائما انا ماشي اميره حتى واحد انا نجي زعما تكون تماكي ولا نفتح الباب وهي تكون بلا حجاب وجاك ولا تكون تلبس غير انا اللي نفضحها وتقول لي بصح واش تاغي تشوفهم بصح في ليلوجا لا لا هي انا شويه اكثر معاها انا هو نهار اول مره جات عندنا اول نهار جات عندنا صح صرات حادثه الباب زي ومن بعد خايف طاحت الفيزيه قلت لها ما زعفتش قلت لها لا لا المهم مهما يكونوا مشاكسات مهما يكون تبقاو عزاز على قلبي مستحيل واحد بناتك بعد بعد نربيهم وحدي اكزاكتلي بعد زعما راح نرحب ترحيب خاص بكم كيما مولف ندير مع ضيوف كل سما ضيف ما هو كل واحد يتميز بتميزه نبدا بالراجل انا عادتي كيما هكذا كيما نقولوا احنا نقولوا الراجل هو عرس الدار وديما نقول لهم في الدار يا اخي طرف الحمل الكبير نخبيوه للراجل مشكل هذا مشكل هذا مشكل مانيش معاك نبجلوا بالراجل انا نبجل اسكتي مشكل بداتني قاعدك معاهم هنا شوف راح نبدا بالراجل هو معروف عليا يا اخي انا مرحبا بك محمد عندنا والله لي الشرف والحسنوات شتيك جدات لكم حسنوات هكا والحسنوات شوفي عدوة المرأة مفيدة بعيد الشر شوفي هذه هي سببنا اليوم أنا اليوم معليش حطيتوني في هذا الكرسي معليش معليش عدوة المرأة أختي السينما الدعايات أنا حبيبة الراجل لأن كي موتي أنا كي موتي تفني يا راجل المرأة واش دير تجي تاكل في موتي تغسل لك واش تغسل لي هاي غسلت لي بعد واش تضرب الحمو عادي عادي دخل ولا غير كانت ناس مليحة وتقطع فيك أنا عدوة الراجل صحيح كتلوني مرحبا بك معنا في دارنا يعيشك يعيشك يا يما أطول مقدمة اليوم لا لا مليحة مليحة داخلة في القصة في الأمبيونس بس كان والف كي نقعد في هذا الكرسي تهبلوني خليني نهضر كما قلنا الموضوع تاعنا تاع اليوم اللي هو غوسات غومير الوصفه تاع الجده توجور عندنا كامل جداتنا كي كنا نمرضوا بكري ما يحبوش طبيب يحبوا لي غوسات تاع الدار كل واحد كيفاش انا نشفى يما كندير هذاك البخور كي تحكمك لا غريب تلك هذيك المقله واش يديروا فيها كامل مفيده انت تعرفي كاليتوس شكرا شي مقله حنا نديروها في الكسرونه نديروها اي حاجه مغمومه عرفت اي تحرقي فيها وديري سربيتها هكا اي حاجه مغمومه المقله ديالها مازالو ميديروها حتى دركا هذه كنديرها ماني كنديرها لنا بزاف شغل قلنا ندواني والو البقله ماشي ما بقلتي جامي تبقلتو البقله كاس تاع الماء الجبيره جو كخوا كاين ولا كاس تاع الماء يديروا لك يديروا لك سربيته ومن بعد يديروا كاس تاع الماء ويحطوا فوق راسك ويبدا يدير بق بق يغلي يجبد الحمى اللي في راسك كيف تبقلي معلومات جديده دكتوره مونيا دكتوره لا انا عندي عفسه واحده اخرى على رشا مقران رشا مقران انا وياها تعشينا غير كيما تعشينا وتقول لي مونيا سخانه بزاف باسكو لوندغوا اللي تعشينا فيه كان فيه بزاف قالت لي اي تحكمني حمت القطوطه حمت القطوطه انت سمعت حمت القطوطه محمد تعرف على واحد ما يعرف حمت القطوطه تعرفيها تعرفوا حمت القطوطه بيان سور واش هي حمت القطوطه شرحي لنا شرحي المشاهد كي حمار ودنك تلمون سخانه لي بوفيت شالور ويديك جو كخوا يقعدوا باردين ولا رجليك وخدودك يولوا حموره كيما هايدي انا فهمتها غلط ما لحمت القطاطه شوف قالها تبردي تفيسون حتى مسكينه انا كامله صغيره جات طفلها لا جات طفلها احنا رجل تحكم لحم الكلاب لا لا كامله صغيره وحنا نتعشى ونقعد نغني لهم حمت القطاطه مني حمت القطاطه حمت ودنيه ولو حموره وكنشوفها شاعل قدامي تيماجي لا طابل هنايا وشوفاش قدامي حتى مسكين جاي يغلق لي الاخر وشنو الحل تاع حمت القطوطه؟ ما كانش حل لازم تفي شوفها طفي شوفها لازم يضربك الهواء شويه
مرة أخرى ديها تاكل فلايس وين كاين دي تيغاس منيا بوفر برا في الشتاء بصح نحطها برا في تاكل الشتاء وين نراعيو محمد أنت ما شفيتش على روحك درت هكا غوسات تاع جداك ولا تاع يماك تسمى حاجة طبيعية خاطي دوا بعد ما سمعت أنا حمت الخطوطة كلشي لغيتو صايي هذه ماشي غوسات دابا هذه حالة حالة نفسية حال ماشي حالة نفسية هذه ما بيصير القطة دوك ترتاحي احنا نقولوا هاي ماما تقول لكم هاي هنايا حمت الخطوطة انا نعرف يكون عندك زكام فلو كانت جدتي الله يرحمها الله يرحمها الله يرحمها صغير شوية جيب البيض بيض عرب وتحكم زيت زيتون فلفل اكحل فلفل اكحل وعلى المقله وهي سخونه دير زيت زيتون وبعد تحط البيض والثوم والثوم والفلفل الكحل وتبدا تخلط وتوكل قبل هو سخون وتغمك الله يغمى نسيت انا اي انا درك نديرها وجدتي الله يرحمها انتي بيوتيكس هادي درك نديرها محمد دقيقه باك طمخت كيفاش تغمك تغمك يعني احنا تغمى تدير عليك زوج كوفيرطات لازم تعرف عازم باش تفهموا حاجه من درك انتم راكم خمسه نساء السوق نساء يعني بزاف نساء وانا راجل في وسطكم وعبي تهضروا بزاف خليني نكمل واحد وانتم على بالي انا وجه صحيح عندك الحق على بالي كل واحده تبدا تصوتي وخليني نكمل واحد صوتي ورا واحد هاي احكي قلت جدتي الله يرحمها الحاجه اللي كنت تضحكني فيها كانت مشمه منا ويلبسوا حتى جداتي ام الوالده مازالت حيه نحيوها نانا بديه يديروا هذاك شتي المحارم ويلبسوا بزاف كي تعرف جبت لي مثلا كابريز منا ميتلت منا عندها مفتاح منا انا شكيت حتى البيضه درتها جبتها لي منا وقيله ولا مش فيه والله العظيم شغل سبحان الله كنت فيه من النيه والبركه كانوا طيبين كانوا ما حتى الصلاة ما عرفش يصليهم. إيه. ولا غير هاد لي غوسيت كانوا يمشيو أكثر من الدواء اللي درك. أنتيبيوتيك مازلنا نديروه لدوك. أنا مازلت ندير البيض مع الثوم. بصح كان طيب وكان دير حاجة أخرى يقولوا لها العصامة. عرفتوها بعصا ومحرمة. لا محرمة. إيه. وتحسبك سبع مرات. هذيك تنحي العين. إيوا وتشوف. تشبرك. إيه. كي دير محرمة ما تطيحش مستحيل تطيح. بصح هي كي دير طيحها. تتحل شكون زيت لا ميم ريجيون مفيده نو تبسها هو لا خنشله خنشله قال ما ماناش بعاد كان في الدوار تاعنا كاع يروح عندهم يشدوا مع الصامه تشوفوا واش بيهم يعني من الطيبه هما صار طيبين هما النيه من النيه النيه بزاف ما تسمعش من كلام العيب يدخل عند الكرم والجود صح ف يعني هما دوك كي كنت في الولايات المتحده الامريكيه يبازيو بزاف على الانسانيه انا شوف الجيل تاعنا تاع بكري كان فيهم الانسانيه بطريقه غير مباشره ما على بالهمش بس هذيك هي الانسانيه الطيبه يهضوا في بعضهم الكرم يحترموا بعضهم انا نقول لك الصلاه ما تعرفش تصلي جدا اي صلي تضرب راسك وتنوض هذا ما كان ولا كبير بكري يعرف لا كان العربي ما تهضرش تهضر غير الشاويه ما تعرفش مسكين لكن فيهم النيه فيهم الطيبه ربي يحفظها ان شاء الله وكما قال يرحم كامل الجدات الله يرحمها الله يرحمها مازالهم ربي يطول في عمرهم امين ان شاء الله انا جدتي كانت تسبع لي كنت صغيره كنت بيبي زعما كي نخرج مع يخرجوني نبغى نبكي في الليل زعما يقول لك زعما كلمه اللي يحبوها كامل يحلو في العين كلمه يموت عليها دونك كاين ديزغا كيحلو في العين انا شفتها كنت صغيره كندير لي ماني تحكم من الملح وتسبع لي سبع خطرات في الليل زعما باش نرقد والوغ كي قال لك ديكوفرا بلي الملح يا يجبد الطاقه السلبيه يعني. انا نقول كاميرا هذه ماشي غير العرب الامريكان يديروها فوالا ما يديروش ما يسبعوش الملح يرشوا لك الملح زعما بور يقول لك فور نيجاتيف انرجي ولا باد اي طاقه سلبيه ديكوفراوها دوكا بلي هاد العفايس كانوا يديروهم لنا كامل بكري سما حنا بعدنا عليه انا ما فهمتهاش سي كي البيبي كيحكموا له كي نديروا له عفسه حمراء نحطوها له هنا كيشحك باش يركز معاها باش يركز يخزر في هذيك النقطه الحمراء تروح بس غير تركزي في حاجه يروح لك لو اوكي سي علي دوميري موين بيت اجوردي كنت عارفه وي انا ما نتكلم عليك هذه الشحقاي الاحمر يجبد تدخل يبقى يخزر مع هذيك صح كيما قالت كي تركزي مع حاجه تروح لك احنا نقولوا سرقتي حاجه احنا نقولوا سرقتي حاجه كذبتي ولا سرقتي حاجه كذبتي انا كنت نقول واش قلتي وانا كنت نكذب
واش قلت واش قلت واش كذبت واش درت واش اي الوغ با دي تو سان افيغيان افار افيك انا ابخي افاك انا جي با كوني ماشي جي با كوني مي غران باغ انا عرفت جدي تاع ماما الله يرحمه وعرفت ماني تاع بابا دونك عرفت ان تي بو لي دو عشنا مع ماما مع ما غرانمير مي مسكينه اللي تي افيغل دونك انا ما غرانمير شغل حنا اللي اون سوكيبي دالا انفا سورتو ما مير اللي كانت تلتها بيها تطلع لها البلاطو وكلها دي لها دونك سي فاك جي با سو سا بصح انا سيتي مون غران بير الله يرحمه بابا ما كانش يدير لي دي روميد دو غران مير ولا ما رجعني نحب عفسه بزاف اللي هي البيض بالطون جدي الله يرحمه كبير ما يعرفش يطيب ودي فوا هو اللي كان يحيي يجي يديني من المسيد تما كان يدير لي البيض وطون لا طوماط ويقول لي هذا شغل تبع هذا لو غوبا هذا طوب شغل اي بقول لك حاجه لحد الان ديري لي البيض بالطون بطون لا طوماط شغل درتي لي مع باليش ما كاش سومو ولا جادور سا كان يدير لي هكا وشي باسكو ولفتيها ولفتها شغل جود ميموري فيها قصه يعني اكزاكتومون كي كان يمشيني كان يطلع لي دائما فوق فوق سي زيبول كان طويل جدي الله يرحمه يفزي وقال 95 ولا اي تري تري غران كان يحطني وكان يقولوا له يعيطوا له عم علي يقول له عم علي بصح تحت الفوق يتاكل ويدفق كاع ليك الفوق كان يقول لهم خلوها هكا تقعد دائما في العلالي شغل جامي تهبط شغل ما قعدت شوفا شغل هكا قعدتي في العلالي ميرسي صحيح الجدود مهمين جدا في حياتي بزاف وي انا كبير عندك 34 سنه وزعما انا الله يبارك خبرتي الصغيره وشفت في حياتي شويه وبرك يعني نسافر والاخر الجد مهم جدا قد ما شفت ناس بصح الشيء اللي قالوا لي جدي ما نساش جدي الله يرحمه مام جدي مازال حي اب الوالده عمره او في التسعينات ربي يطول عمره ربي يطول عمره انا ما عرفتش جدودي ماتوا الله يرحمهم في زوج قبل ما نعرفهم لكن يبقى المعدن هذاك فيه نو تقعد لك لي بارون تاعي كيما انا باغ اكزومبل جافي مي كوزا اللي عايشين كاع عندنا هكا لي زيميغري اللي عايشين لهيكا ماشي عايشين في الجزائر انا شاف كان يحكمني كان يقول لي فجا اروح مي يحطني يقول لي شوفي مونيا راهم جايين تي كوزا انا نحبك انتي ما نحبهمش هما بصح يفو با لير دير تما تقولي لهم بلي سي توا ما بريفيري ماشي تما مونيا بيان سير وانا غير ندار معاهم نقول لهم فاسو انا بابي يحبني اكثر منكم اوه هما ما يحبش لي زيميغري لا لا زعما يقول لي كوم انا اللي نقول لها انت ما بريفيري غير انا باينه بلي جو سو سا بريفيري ساشو كو ما مير سي سا بريفيري تما ما بنته الكبيره ولا بنتها تما يحبني الي الي زوتر يقول لي مونيا بصح وشنو انتي ما نضربكش هما كي نضربهم كان يدينا لا سيست يدينا لا سيست ومسكين مع السخانه كان عنده واحد السربيته يمسح بها هذيك السربيته يجي في لا سيست يحل لنا عينينا باش تشوف اذا رانا راقدين انا كان يفيق لي بلي ما كنتش راقده بصح زعما ما يضربنيش الاخرين يدور سربيته يدير لهم با زعما يضربهم وانا نقول لهم شت كيفاش يدير لهم با با بصح كيفاش يدير الحس تاع السربيته تضربك تفضل راح نحكي انا راح نحكي على نرجع لموضوعنا تاع لي غوسيت تاع الجدات انا بالنسبه لي انا خلقهم من بكري خلقهم من بكري على خلقوا لي ظروف معينه تسمى ما خلقوش هكاك من العدم ولا هاي قاعده هكا قالت ما تشوف نجرب هذه خلقوا وقت الثوره قبل علاه كانوا ممنوعين تجيهم من الكوفرفو على السته ولا ما يقدروش يخرجوا تسمى اوبليجي يلقاو حلول باش يهبطوا الحمل البيبي ولا باش يحبسك الوجع نتايا والحاجه المليحه كانوا يخترعوا بزاف من الحشاوش كانوا يعتمدوا بزاف على الحشاوش تلقاهم مغروسين تما بعد في ارضهم ولا في الجنان برا تلقاها تنحي من الجبل من هنا خلقت هاد لي غوسات انهم بحيث ما كانوش يقدروا يتنقلوا غير المراه وكانت تولد في الدار صح اهم صح حاجه انها المراه كانت تولد في الدار ولاو ليها هذه ولاو ليها كانت تولد في الدار باه امكانيات صغيره خلاص وانا حضرت انا كنت صغيره خلاص مع جدك في عندنا دوار كان معزول اللي هو عين صندل وجه الف تحيه مازال ترك فيه عين اسمها عين الصابون كي تسيح تسيح بالرغوه تاع صابون يعني سبحان الله يعني من عند ربي القش تغسلو بلا صابون فيها الرغوه تاع صابون يسميوها عين صابون كانت جده تدينا بزاف معاها لهذا بحال نهار كامل تقول نروح نشوفوا خوالي تسمى عندها سي ساكري انها تروح من المدينه تروح عندها تهزنا تدينا شفت بزاف حوايج تم شفت يعني تشوفوا حياه بدائيه كيفاش حتى انخلقت انك دير لك جبيره واحد يتكسر دير له جبيره جبيره بالقمح تلقاها وبالنخاله تعرفوا النخاله شنو معناتها جبيره؟ جبيره البلاط خلوطه يديروها من هذا القمح والشعير والملح ويديروها لك جبيره بلاط ربي يخرجلك ترجع تقولي بها واحد وبلك صب يديروا القصبه البيئه البيئه والوقت من البيئه هذيك صدمات الحريق الحريق كيف كيف يجيبوا الريش تاع زيت الذره واللي درك ولا يتباع زيت كان هو ريش تسمى كيف قلتيها مفيده
انه هذه اشياء بدائيه كان الانسان اوبليجي يستعملها. خرجت بالحلول اكزاكتلي. انا وياها معزولين هنا في جبل ما لقيتوش ندير يلقى لك حل من الطبيعه من الاشياء اللي موجوده قدامه. انا وياك في جبل سويسيدي ودي والله نلقى الحلول مني عندي انا الله وشعلي انا بنت البراري مني نلقى لك الحلول. انا ما عنديش ما نقدرش نكمل عندي الحلول انا البدائيه ما نقدرلهاش وفي التكنولوجيا انا ما نقدرش خلقوا هذا الناس ما يقدرش يلقى الحياه بدائيه تقدر لها مش بدائيه كي قلت بدائيه انا يا طارزون مش هيك هي ذكيه هي حبت تسمع من عندي انا انا حبيت تسمع من عندك اكزاكتلي انا حربي انا شو بدائيه مش بدائيه في الارض كما حبيتي لازم لازم ما تعيش لازم لازم نقول لكش درك شوف درك واحد كي يوصل واحد المستوى تاع المعيشي يولي حبيته لكراث اغلبيه تاع الناس بزاف يوصل واحد المستوى تاع المستوى المعيشي يولي عنده واحد الخوف علاش اللي كي ما عندوش الدراهم يولي كي عنده يولي عنده الدراهم بزاف ما يحبش يمسهم يولي عنده خوف يرجع ما عندوش الدراهم فهمتي؟ والإنسان اللي يوصل مثلا نجومية واللي خاف انه يرجع انسان عادي خاف حبيتي ولا كراتي بس انا طبيعة الانسان انا في مشكلة مثلا الدراهم والحياة ما عنديش مشكل تبقى برك في مشي مثلا درت مسلسل من بعد ما كانش هذيك اللي انا هذيك اللي تأذيني مي كحياة وكي تروحي انت تروحي مثلا تروحي انت ما تروحوا اوروبا كنت تسافروا قتلتونا بالستوري تروحوا لاوروبا ودوروا ما متقتلتنا امريكان قتلتنا سو ولي زعما وان يا سان وان زعما وي جو سي مو باري باوي باوي ان انجليزي يدخل لنا ستاربكس يمد لي جوك دنهاك يقول لي تو بور غوتي ستاربكس ما عمره في امريكان كاين غير ستاربكس كاين ستاربكس يعطيك جو كبير لا لا كي تاكل تاكل بيج ماك تاكل كبير انت دوموندي اس ام ولا اس ام امريكان سمان ماشي سمان سي سمان عندهم مشكل عندهم مشكل سمنه عويص جدا عندهم مشكل سمنه امريكان لا خطك تولي فرونسي عندهم فرونس تاع فرنسا معروفين سقاط ساقطين يوم تروح في العالم سقاط ويقول لك هما الشغل لا بوليتيك زعما يقول لك سي بور غوتي ماشي بور لا لا ما تدبرش انا بور مونجي ناكل انا ما تعطيش تقول لي انا غوتي واش بور غوتي مام في بيفرلي هيلز لا لا شويه لي فرونسي في الامريكان نجزروهم تاقلموا تاقلموا مي تاع فرنسا معروفين معروفين بلي سانتين يقول لك ليمور فرونسي واحد ايطاليان رحت شفت ايطاليان طاليان باغ كونتا كوليان خير خير يا يعفي عيشو يعفو ياكلو اكلتهم بنينة بيتزا شوية بيتزا شوية بيتزا شوية عندهم سمحي لي يعفو يعيشو يعرفوا يلبسوا ماشي من فاشن فاشن تما فاشن تروحي لايطاليان يقول لك لما كي تقول لهم احنا جزائريين يفرحوا باسكو يقول لك احنا كيف كيف يقول لك لا ميديتيراني انتم ثاني تهضروا بيديكم انتم ثاني فرحانين في مدينه رجالنا بيقولوا على انسان كيما احنا لا لا عندهم منيح احنا افريقيا نحبوا نطبلوا ونشطحوا عندهم لا مافيا عندهم لا مافيا فرنسا اعطيني فرونسيز هيز الكاش الكاش فيه يجيبوا ميز شيز كارتا فيها 100 عطيتها له مرته 100 مي فوت 500 اورو نزلها في 15 يوم او سي تري شير نو جو بي با تعرفوهم انا لي فرونسي وحدهم سي فري سمحي لي انا نحكي لك حكايه في دبي خطره خرجنا داروا زعما ايفنت وكلش كان معايا صاحبي هو بريتش وواحد اخر لبناني ومعنا واحد اخر فرنسي واحد اخر جزائري فرنسي تلمساني نحييه خويا خيرو بيان هو يصرف كي جا خارج اخر انا وجهي صحيح قلت له تو غامني لارجون ما تقوليش باللي من بعد ما نسيت لارجون ولا نسيت الوالد قلت له جيب الدراهم في من العقليه هكا في وجهك صح وزيد نرجع للماكله في الامريكان ما عندهمش ماكله شابه لا ما عندهمش مكسيكان فود فوالا ذا موست تيستي فود يعني تيستي تيستي الاكل البنين بزاف بزاف بنين سي فغي والحار تاعهم كيما لا 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 كيما لي شوسات مش بيك عندهم لو حار لو بلو لو حار دو موند مونيا بصح علاش سميت روحك الحار انا اسكو زعما حبيت الاجابه زعما شغل لا لا خليه هو يجاوبني على الحار مفيد انا مفيد علاش ما روحوا الحار باغابوغ سي رياكسيون اعطوني انتم رايكم ما سميتش روحي الحار انا حطيت اللوغو فيه الحار يعني علاه اسمها لوغو معنا بصح كنت واش معنى ان لوغو يعني لي ضربيه نشحطوا شوفي لا لا في الجزائر شويه نشحطوا تفضل اهضر كي تكمل نهضر راه حاضر في زوج حوايج كي تشوفي انت الغيس واش يقول لك؟ يقول لك في لي كومونتير يقصف صح كاين كاين القصف وكاين الحار صح انا نقولها انا جامي قلتها في حياتي بصح نقولها نورمال عندنا ليكسكلوزيفيتي هنا صدق معليش ولا نقولها نقولها ولا نقولها لانه الانسان كي تكون عندك طموحات
بصح لازم وشو المفتاح تاع تاع النجاح؟ هو الصبر. بصح انت ماشي معروف بالصبر. يبالك. لا لا باسكو انا اذا انت تقول لي انا معروف بالقصف معناتها ماشي صابور باسكو لو كان يكومونتيو لك ويسبوك وانت تريبونديسك ماشي صابور. شتي كيفاه مخ... بارادوكسال. خطاكش انت ما خليتيش نكمل. كمل. كمل دوك نبدل لك رايك. على هذه حبيت انا نهضر هذوك للشعب الجزائري باش يفهم. اوكي. انا واش راح نخمم؟ انا ان شاء الله راح نكبر ماشي انا نبقى ديما محمد ما نقولكش شباب ما بقيتش كبير وما عنديش مشكل المهم نشبه شويه ماشي مشكل نحب نلبس نحب نبان ماشي مشكل ما نقولكش انا بوغوس ولا كيما يحسبوا او اسم رجل ولا قلتها بصح ماقدرتش راك تقول لي عفايس على بالي بلي قلت لهم انا بزاف شباب قلت لهم اعطيني دليل قلت شباب لهم لا قلت لهم قلت كاريزما انا شباب وانتم تدخل الناس قلت كاريزما لا قلت نحترم رايك نحترم رايك بصح معليش بصح تو از فرشاك قلت شباب انت شفتها انا شنو نقول لك لا ترشيها انت قلت شباب فوالا كي قلت شباب شفتيها شفتها بيان سور دارت كاع لي ريزو سوسيو لا لا شفتيها انت بيان سور شفتها بصح كون قال واحد اخر تقول لي ما يهمنيش فيه بصح كي قلت انا ترشيها انا من نوع وي شفتها بصح انا نقول لك واش انا ردت الفعل ديالي انا ما قلتش بلي هذا الانسان زعما شغل لي ان باسكو تقدر تقول هاد لا بيرسون لي بريتونسيوز ولا انا من نوع تاع الناس اللي نحب الناس اللي يقولوا لي سون سور دو تما انايا جو سي على بالي مانيش نستنى في بنادم يجي يقولها لي ولا بنادم يجي كريتيكي لي يا دي بيرسون اللي بالك دوك يفون فينير ما على باليش دوك انايا ما باش ما تعجبنيش لا توني ديالك نقول لك غير ما تعجبنيش لا توني ديالك انت تو اسي سور دو تو باش تقول لي لا كاين ناس لا لا كاين عباد نو كاين عباد يقول لك ما عندها تغير مني ما عندها ما تحبنيش ما عندها تكريتيكي فيا فهمتني انا من نوع تاع الناس اللي نحترم انا الراي تاع بنات بلادي نحب بزاف بنات بلادي نعرف شكون نعرف المعدن تاعهم قبيله كي دخلت كنت عندنا نص شعري واش قلتوا لي انتم قلتوا لي لا لك هايل قلت لك ماشي مشكل صح صح ماشي قلت انا لا لا لا, لا مش لازم لازم شوفي كاين واحد ديفو بزاف الناس الناس اللي يحبوك لازم تثق فيهم حتى اذا كانوا اذا كانوا غالطين بصح يكونوا هما ساتيسفاي يعني ساتيسفاي تكونوا فرحانين يعطوك انرجي شابه معليش ماشي مشكل قبيله قلتوا لي ما خليه هم قنفد نورمال تقول لا لا واش نحن نضحكوا برك على الحار نكون فاهم ايوا خليه لي ندخل الموضوع تاعي هو الحار اوكي الحار والقصف اوكي واحد حي لازم يدير بزنس من بعد صح دونك انا كي ندير مثلا تيشيرت ندير فيه حار ومن تحت واش ندير ندير هاشتاغ يقول لي مثلا يقول لي هنا يقول لي نعطيهم مثلا لا لا لكم واش نهضر انا ساعات في الكومنتات واحدة قالت لي اختلفت علاش حط التصاور تاع الزواج تاعك ومخلوع يا قلت لها انا نزوج مره بيان سير مخلوع في الزواج اذا تتزوجي كل يوم انا ما على باليش نعطيك اكزومبل برك انا واش ندير في التيشيرت تاعي ندير فرفة حار ونكتب مثلا انا تاع الزواج وتحت نكتب الاخر هاشتاج واحد اخر لا ريبونس تاعي هنا هذا براند تاعي فهمتي يا اخي كان هذاك تاع يتنحوا كاع كان انا نخدم على حاجه بعد عامين سنين كي نديرها انا نديرها براند يعرفوا بلي تاعي كيما هذاك اللي دار هكا نصرت صاحبي انا نصرت اللي يدير الملحقه نصرت كان انسان بسيط عنده في الفور سيزون في دبي فور سيزون ما دار هكا لقى روحه no. عنده بارتو عنده بارتو لا 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 كي بدا عنده 5 سنوات نحكي لك انا هو من الترك بعد دار في الفور سيزون كان طاولو لتحت ثانك يو ومن بعد جا دار الحم بنين ياكلوا عنده كلش كان يدير دي فيديو يقص يلعب يدير بصح واحد يعرفوا بصح فور سيزون محمد الشيخ تاعهم بالراشد يجيب لي ستار الفور سيزون كان ليوناردو دي كابريو كان تما شافوا دار هذيك صوروا هوب نجح صوروا خطكش يرفدوا ولا هو يصور روحه ويحط لي فيديو ولات البصمه تاعو يا هذه لا درك ولاو الفنانين كامل يروحوا عنده ودخلنا عرفونا وحطونا نقول ما نهضرش مليح نعرفو نقعد معاه نصرات ونعرف حتى وش يحب وش ما يحبش شكون انا نعرفو قبل نجح وبليونير ماشي ذاك راهو الله يبارك ربي يزيدو ويزيد كاع الشعب الجزائري ان شاء الله ايه. لا كيما يقول لك ربي رزقنا منين رزقهم اكزاكتومون احنا في الجزائر كون ديرها كيقول لك جايح واش يدير هذا يديرك سوا على بالو واش يدير صح هذا السيد اسكو يدير اون غوسيت دو غون ميغ واحد النهار فوالا هذا رجعهم للموضوع انا نرجع للموضوع نجبدهم بعد هو لا قاردة في التراث تاع اللحم على بالك باللي شغل هو الي ايسيو دون فامي دو بوشي النمبر 1 في اللحم في العالم على بالك يسمى اللحم الحمد ديالو بنين ما يكذبش هيز بارت اوف هيم
اللحم والله مخدوم شغل. انا مالكش اللحم ودغتو سي بون. انا حابه نسقسي ايلولا واش من وصفه تستعمليها انت من تاع اللي تامني بها وتستعمليها طول من تاع الجداد؟ حتى حاجه والو ما تستعمليش؟ لا غير باي باي. لا بصح عندي نقول لك علاش باسكو انا دائما نامن بالحاجه الملموسه يعني صديقة ولا درت تجربه نجحت لي نكمل بها ما كاش تجربه اون فوا صارت لي انسولاسيون كيما كانت تقول بصح انا ما درتش الكاس داروا لي مش عارفه دي زيبيس والخل وجو سي با جبيره مي باسكو فيها بزاف الجبيره هذه فيها بزاف لي تيغوار تاع الجبيره دونك درت وحطوا لي فوق راسي ما صرا والو انا غير دوني تماما دونك دوكو انا نقول بلي زعما برك هذوك وثاني كاين اللي يامنوا بلي سوبرستيسيون شغل يكونوا يامنوا بواحد الحاجات زعما كيما هذه تاع تحط هنايا العفسه ولا دير جو سي با كاين حفايس كاين ولا الملح ولا كيما باغي تخلي في كلشي تجيب النيه زعما ما تجيش هكذاك وخلاص لازم تامني بحاجه باش تجيك انا باغ اكزومبل عندي هنا سيكاتريس باسكو طحت كي كنت صغيره ما خيطوها لي داروا لي قهوه دولي قهوه والقرفه ويعني ماني طيب القهوه حبس الدم العسل ثاني بعد ما دواها لي سيت خوطه هذه ماشي داخله كيما قالت لك هي تهضر على التطير زعما الطيره هي مش تامن لا سوبرستيسيون هي القهوه مش القهوه يستعملوها تحبس الدم هي اصلا القهوه بودر تحطيها تحبس لك الدم فهمتيني كيما حاشاكم درك الجافيل تتجرح تحط قطه تاع جافيل يحبس الدم صح حط الثوم تتحل ايه يحرق وكاين حوايج داخلين في وكاين دي غوصات ناجحين صح ناجحين انا نستعملهم بزاف انا كيفاش عاش كاين لا بيبي كاين اللي كانوا يديروا تقاشر هادي جو لو سي الوغ كو جوني ميم با دونف تاع البشره على بالي خل يحكموا لي فوالا يحكموا تقاشر تاع لي بيبي يحطوهم في الخل ويلبسوهم كي لو بيبي اللي يكون عنده الحمى باش تروح له الحمى تروح له صح قال لك فريمون تروح له سا مارش فريمون سا مارش انا جو سي باسكو ما ميغ لافي ديا ما طونت و انا كنت جايسه انا ما ربيتوش بالدواء ولدي ربيتو بلي غوسات بلي غوسات وخرج ماشي ليا صالح والله الحمد لله وجامي مرض اطار الضربه الاخرى مسكين ما كانش هادي علاه تبعت جده بزاف يقول لك جنابه يا اخي كي ترفدي البيبي بزاف ما كانش اللي يعرف يرفد تقول لك دهنيه بالصابون عرب تدهنيه بالصابون عرب الله يرقد فهمت الزيت كاين اللي هو سيتي اللي الناس من عندك اللي راهم يشوفوا زيت زيتون وهذيك القماطه مازالوا يديروها ماشي اللي غسلت ما يهلكوش واش نقول لك انا هزي بيبي حطيه في كاش حاجه انا حاجه مفيده نشوف فيها خطا تفضل القماطه خرجنا كلنا مقلقين هذاك خرجنا فوالا لا الناس هذه ضحكه برك لا لا انا سعيد قمت خمس شهور انا بنتي انا ماتي ما قمتهاش خلاص ما حتى ما قمت وليدي انا قمته خمس شهور وماش مقلق راه انا اللي مقلقه لا شغل سمحوا لي احنا انا حنقطعكم ونروحوا قبل اعلان ونعاودوا نرجعوا انا غير شطيح انا احكي لي اميره مفيده شطيح تاع مفيده كي تكون زهوانيه بون حنايا باش دعنا بالكم اللي عندنا واحد تشالنج هنا في سوق نسا عبالك بها محمد ما على باليش على بالك على باليش هاي هنايا كلكو باغ هكا واحد البلاصه هكذا انا نشوفوا لها كويزينه هكا كويزينه تاعنا انا حتى جوزا مي نروحوا قبل نديروا جينجل حنت يديك ونرجعوا المطلوب رانا جبنا لك مئزر انا المساعده انت تلبس طابليه وانا مساعده الشاف محمد رغيس شنو هو التحدي؟ رغيس على بالنا باللي اب الله يبارك وعنده بنوته ما شاء الله ربي يحميها ان شاء الله اب فاشل لا بالعكس وهذه الاكله خصيصه يعني تربينا كاع بها على كل حال انا مازال ما لحقتش بنتي مازال مازال ما يشتاكل الحليب والليكوش نمبر 1 يعني مختص والله كنت على شحال في عمرها؟ قريب 5 شهور الله يبارك فيك خلاص هذا هو العمر تاعها بعد هذا تربينا بها كامل محسوبة كنت صغير كانت صغيرة انا في الماريكان ما كانش حتى واحد معايا سو هي كانت تعيا فانا اللي نهزها شو تعرف درنا هذا التحدي
على خاطر خاص بموضوعنا، موضوعنا هو وصفة الجدات، وهذه الوصفة يظهر لي كانوا ما يستغناوش عليها خلاص، صح. بعد العصيدة كانوا يديروا العصيدة. صح العصيدة وي. وبعد خرجت العصيدة بالفارينة. بالسميد. بالسميد. بالدقيق وزيت زيتونة وكاين يديها بالزبدة. والزبدة. أنا كنت نديرها أنايا بالزبدة، نحط لها الزبدة ونحط لها شوية سكر. ماما كانت ديرها لي. فوالا. هي ما صح وش عندهم وش عندهم المعطيات تما اليوم راح نديروا لهم لابلامين معطيات موضوع تاع اليوم شكرا ام وليد معطيات وشنو مقادير معطيات لا انا نقول المعطيات ونقول الموضوع باش تكونوا عارفين هذا دهم تاعك انا نسنى لازم ندير لنا غنيه نوال الشاف والشاف ينتظرون المعطيات والموضوع اي معطيات راهي كاينه تما لابلامين اللي هي هذيك طيب لنا لابلامين نعم كاين شويه حليب ايوا الشاف كاين شويه حليب كاين تشينا لي زوغ لا هذه خاطئه خاطئه هذه خاطئه ديكور في لابلامين تشينا رشا انا ما على باليش ندير كو هكا شويه لا سي با انزيت سي با ايوا نعصروا فيها شويه كاين الزيت بون ما باش يشي كيفاش تفضل شاف سيدتي سادتي اليوم عندنا حصه تاع لابلامين اخت رشا المساعده تاعي ان شاء الله اخي الكريم من فضلك افتح فعلوا من تما افتح النار نشعلوا من مساعده الشاف ايوا علاش رابح ماشي مشكل نشعلونا نسخنوا الحليب عندنا هنا قداش 300 غرام شو اسمه لابلامين شحال لازم يسخن لحنا نقصين يسخن غير شويه ومن بعد تحطي وتبدي تخلطي به ومع الحراره مش ما يتحرق لكش فهمتي اوكي لا لا ما ديرهاش طاوة كاع واش ما نديرش هذاك تسيدرغو هنايا نفرغ هذا هنا صح اميره سي ماما تسمى لازم نسمعوا لها ما طيبش داخلها مفيده تسخن تبدا تسخن تحطيها ولا تحطيها هنا هذا آه اوكي اوكي هذا تسخن نحطه هنا تتفابر كما قالت الاخت الكريمه نحطه لهنا ومن بعد يسخن شويه هنا هذا هنا ايه يسخن شويه تشوف الوقت ايه يسخن شويه ومن بعد تصبيه بالشويه حتى تكوني على غششينا شويه هذا هنا ولا هذا هنا لا العكس هذا حطه هنا ونخلطه ايوه اه وي عندنا المعدات فوالا بيسك عليه لازم تصبيه بالشويه الحليب وتحركي باش ما تجيبش جاريه بزاف اوكي يلا يكون سخن دركا ها يكون دفا دافي ولا دافي بس صح ندير كي تورينا على بالك ماشي حنا نورو لك نسقسي لي ماما وانا مازال ما كتبش ربي ان شاء الله كي ماما معليش عاوناك في التحدي رشا معليش ها عاوناك في التحدي معليش فوالا صافي لونت انا ما شفت هكا واش دير عزيز اي لولو واش طيبتي معنا نهار جيتي بعد نص ساعة سخن الحليب دوك نحطوه لهنا طيب ناشي رمضان لا دوزيام باختي افيك سليم الشاوي صح بس شعلة ملها ملها ما مشيت في سي رابح هاي مزيه كاين المساعدة بلا يغلي بزاف بعد نصف ساعة الحليب سخن يلا هيا حطي بزاف 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 نقص مع الموسيقى اعطاني الدفعة عارفه بديت محمد الحليب حطي الحليب والعصيده يا انا هاي روح هاي مفيده نوضي نوضي بابور هاك هزي مغرب رشا يقول البابور ينير حط بزاف هكا بشويه وحط حتى تعقد لك لا ايوا وهي تخلط هاي روح شويه برك بشويه ايه خلط خلط زيد زيد مونيا زيد 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 خليك زيد لا انا ما عليش علاش كنت لا لا ايه زيد عقدت 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 هاي قيس شغل بوري ولا رشا تشيكي بوري خلاص خلاص جد بزاف عقده عارف من يطلع البنات هيا يا تولويلا يا تولويلا باسكو فيها الحليب ايوا ايوا لا ماما ماما واجدة مليحة مليحة هذا علاش الكرش مسكين ندخوها كيفاش جاية علاه كاش كيفاش ناكل انا وياك نكون صح صحتكم ما ناكلوش انا صحتكم ونجحنا في تحضير العصيده صح مازالت هذيك هذيك لابلامين لابلامين
خليها خليها فوالا كاين تحدي واحد اخر كان حايب يحل تشينا دار هكا ما دار اي مشروع ماشي تشينا شمتو اوه هاتيها جميلة جدا انا كنت حاسة ولا كي دايرة كاطو داخل الحليب شي تختخ تعرفي تختخ عزيزي المشاهدين تعرفوا تختخ البيمو ما نقدرش ندير اشهار البيمو بيمو معروف تصفيقة عليهم ايوا قدروا نقولوا حليب والكاطو مازال ما راناش تختخ اي شي بيمو الاب المثالي ايوا هاي الاب البيت وراح تديها لا قال لك جيبوها اي لازم تفوت على اللجنه يرواحوا ورواحوا لجنه تحت كاينه مغرفه مكاز جيبي لها ملعقه تاكلها كاع هي مفيده دقيها لا دخصه تحبي البلاد كليتي العصيده واش اي العصيده ندوخ عليها شمي ندوخوها اعطي اتي رشا حاشاك مغرفه الله يعزك اه وي كاين مغرفه هاك دوقي نو اعطيني اعطيني باسلا اعطيني راح نوقف كونكم شويه يعني مش جيعين لهذا بيننا تيري 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 دوقي دوقي مفيده بس ما ناكلوش هكا اجي نوريك الطريقه انا ما ناكلش ما تاكليش انا كرهتها خليها يروح حتى ما فهمتش ما تاكليش الطريقه اللي قاعد للامهات نتحداك وحده ما ديرهاش مونيا ايسي دو غوتي راح لا راح توكلي ولدك شوف دير لها مونيا حل امي ما في محل تاكلها هي تعدلها له زعما حل نشوفها سخونه كلها حل امي ما اي صح سي فغي كامل عنده بهذا العاده تهب لك ذوق نانا ديرها العفسه كيما ديريها لا سقي لها سقي لها وي مستحيل تعيفني لا جامي هاني قلت لك تعرفني كيف داير اختي يعني شامبينيون من الماء الحليب ما نشربش انا ما ناكلش الحليب انا قولي والله بس ما يبانش هنا انا ذقتها سي بون ذوق المهم انا نحب نلعب مفيده صحتك صحتك مفيده انا بيبي كبير المهم احنا نجحنا في التحدي بيبي سنين لازم الملاحظه ما تعرفش تسمع باسكو قعدوا نص ساعه باش داروا شويه لا بلاني طيتو حكت عليا ديك الطرف ما نسيتش كان نورمال هاندي انا نرجع دوكا لنوال اه صح ها عندي سي جواب انا عمالي عندي سي جواب نوال العصفوره تاع سوق مساقه قلنا باللي درتي العصفور العصفور ولا العصفور؟ عندنا عصفور مش عصفور شكون العصفور؟ واحد العصفور عندنا انيغ رويال بيعونا باللي درتي كليب جديد كليب جديد نو راني ندير مازال مازال ما خرجش مازال مازال ميم با مازال اون عصفور العصفور تاعنا يفرق شويه مالا عصفور فاشل جدا ايوا العصفور نو سي الالبوم الالبوم هو اللي خرج جديد عنده لافونس العصفور اي عنده لافونس الالبوم خرج والالبوم سان رينا فوغ مع لو كليب لو كليب في ان اوتر بروجي في ان اوتر البوم داكور ما نهضروش عليه اليوم صح الالبوم اللي خرج نقدروا نشوفوه الالبوم كليب مازال لا عندنا انا كاين لي كليب بريسيدون جو سي با ولا واش جبتو نتوما جو سي با واش جبتو واش جبتو نتوما؟ مانيش عارفه واش كاين في السوق؟ ايه مانيش عارفه راح الغالي هذا راح الغالي راح جادور لا روبريز تاع راح الغالي مليحه Thank you.
زينه عباك كنت نقول اميره كنت نقولها جي ادوري لي في هذاك فينتاج تاع بكري لي ديكور اي تو كان الكليب اللي قبلوا القلبات سالي درنا لو ديكور تاع لي زوتومون يعني تراديسيونيل القلبات سالي سي لا ميوزيك اندالوز الموسيقى بون سيتي لو بروميي كليب دون لا ميوزيك اندالوز القلبات سالي درنا العود le cheval, oui. les tenues traditionnelles, bardo, tout ce qui est vraiment traditionnel. On bat de Hada Yarah Ngali, c'était en hommage à Boujmal Anqis, la Yarahmo. Au Khir, tu as dit que la période de Wakila Saïba, les années 60, les années 70, شويه واحد التفاصيل صعاب باش لقيناهم. فوالا باسكو كانوا غنوها على هي في وقت الثوره. كي كانوا الجنود يطلعوا الجبل ويستشهدوا يعني راح الغالي راح نو بون ليستواغ ليستواغ تاع حاجه سي با بون سيتي على بالي بلي تاع محبوباتي الله يرحمه مع بوج معنا نقيس بون هو اللي كان يدير هو العصفور الكبير اللي راهو في لوغيات او يقول لي التاريخ تاع الاغنيه هذه ابون واش هو يقول لك؟ قال لي بكري كي في وقت الثوره كانوا المجاهدين يطلعوا الجبل كامل تمام تما جات هذه الاغنيه تاع راح الغالي راح اللي تي انسبيري من هذا بوتيتر شوفي راح الغالي راح شوفي محبوباتي واش فيه واش كان عنده العبقريه تاعو في لي تيكست تاعو لو غوفخان دائما يدير لو مو كلي دونك كل واحد فينا كيقول راح الغالي راح كل واحد وفاش يروح له بدل زمن معين باغ اكزومبل انا ما غنيتهاش على انسان مي انا كون جو لا شونت سيت شونسون باسكو ميم في الغناء كاين تمثيل نتقمصوا شخصيه ثاني ماشي لازم نقولوا لا شونسون انا نحب تكتب لا شونسون على حسابي انا وانا نهضر الباغولي واش نو باسكو ميم لاكتور جو كرو كو يتقمص شخصيات عديده عادي ماشي لازم هو يكون عايش هذيك المرحله ولا عايش هذاك لو رول باش يقدر يديرو جو سي با ولا طاولت في الكلام ولا لا 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 كي صح فوالا سي فوالا سي لا ميم شوز بوغ لا شونسون كي تقولي راح الغالي مثلا انا عندي ادمان بالماضي بيسكو جو في دو لا ميوزيك اندالوز دونك دوكو راح الغالي انا بوغ موا شغل انا تمنيت انا متصالحه مع نفسي انني يعني حمد ربي راني عايشه في هذا اليوم الحالي يعني 2020 مي كنت عندي حنين للماضي لهذاك زمن الاندلس ولا زمن هذا الشعبي وين كان صح الاذن السميعه كانت حاضره والجمهور اللي يسمع فريمون يسمع لا بون ميوزيك انا كنت تمنيت يعني تمنيت كنت من هذاك الجيل حلم مستحيل يعني احيانا فوالا سيتو معليش لكن تغبريز كنت موفقه فيها الله يبارك شكرا ميرسي بوكو ميرسي انا مش عاجبني في نوار ثقه النفس ثقه النفس الحضور الكاريزما تغني بأريحية تغني صح يعني صحيح يعني تغني عن حب انا علمني يوبا جراد نحييه علمني في انه مش تغني وصايي لازم تكون صح فيها شوف على ثقة النفس يا محمد رغيز عندنا بون عيط ربح تعيش يا درا جبنا ثقة النفس تاع محمد رغيز نحييه الحاضر جاي بعثتك على راسك جاي بيه هكا انا مش حار هذا اسمه قرن حار القرن هذا فلفل برك القرن هذا يكون حار ولا لا واش هو من بعد والتحدي انت في هكا كي شتوشه والتحدي زعما واش حنقولوا لك مغسول باينه مغسول يا سور مغسول ومنقي الله الله هو حار يعني ما عرفتش علاه قلت لك فلفل نعرف واش ندير له لا لا قالوا لي التحدي انك تغز منه ياكل كان عندك بزاف تحديات ربي معاك والله حارة حارة هدية حارة تريب حارة لازم تكمل بها برد جو انا نعيش فيه بصح الحارة حمر ماشي كي نجيبوا لك حمر اصلا انت ما تاكلوش تلبسوا برك كاين واحد خضر قدامه شوف ناكل حار ناكل ركز محمد ركز كاين واحد اصفر من هنا ها هو هذا نفسه شبيه تاعو سبحان الله انا ناكل اليس اعطي لها مرسو ديرو كيف كيف هاي اعطي لهاش خاف عليك لا واش تخاف عليا واش عندك باسكو بلوندا خلاص لا ايه مونيا اعطي هاي دوكا كاع في لاتيلي فاس بلوند حار هذا حار مونيا هذا حار تبي تذوقي بصح لا لا ناكل الاز خلاص ذوقي هاي روح لا تحدي مونيا اعطيني واحد هاي صغير ولا كبير؟ سلي من تحت ما يجيش حار تفضلي كيبالك على هضرتك يلا انا نبدا هذا كبير خير لا بداو مع بعضاكم خويا رجال رجعوا على النساء هذه هي الاولى هيا هذا مكان لا تشوفي واش عم بقى حنا ساندويتش ساندويتش حار زين حار تقولي صح حار غزة يتغز حار
على ريحته كول. يبدا حتى الحرش حتى الحرش برافو برافو عليكم. كيف بالعسل حار خلي فمك حار 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 ما يمنع نكمل والله الحار. أعزائي المشاهدين تحدي بين مونيا ومحمد. مونيا ما تلعبلهاش في قشها برك وجهها وشعرها باقي نورمال. لا لا سينو تو تيغا. نعطيه الصحة حار. لا لا تو تيغا. انا بس كي كنت صغيرة. اوه يا ودي. الله يتربحك يا ربح. اودي. لا لا انا كي كنت صغيرة. اها حاجب لي الماء. ما تشربش الماء بالعكس. اه لازم لازم. لا كنت حليب حليب حليب. ما نشربش حليب ماء ما. لا يزيدك. مشي لا نشرح برك. بعد اسوب وانا راني نورمال. انا كنت بزاف لعبتها ما فيها هو كلام من الجهه الفوقانيه ايه فيها الزريعه هذه. اه اذا حبيتوا تزيدوا حبيتوا تزيد ناكل من جهه تاع شغل. لا 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 يوجع لا انا ما نخليش. ايه دونك قلت لكم علاش الحار ما عنديش مشكل بس كي كنت صغيره كان لساني طويل كان لساني طويل وكنت نطويشيه بزاف وما كان يدير لي الحار. مازال لساني طويل ماشي كان ولا يتذكر وما ذاك كان لساني كان بزاف طويل وما كان تاكل لي الحار حتى وين وليت امام موندوني صراحه على غير قحط وقاتني الخبز وفلفل المرقد وناكل وناكل في الخبز والفلفل المرقد وقالت لي فهمت بلي خلاص ما فيهاش ولفتي لا صدمه كبيره. احنا ما يكونش هذا في الدار شغل ما عندناش قد عرفت بس رابح ما تعرفش بعد شويه رابح حار رابح والله الحار واخدي عينيها راه غير شفت الفوق اسكو شفتو شحال انا فور عليه تكتي تحتاني تقولي لي فور عليا اعطيني اعطيني يضرك ولا يضرك يوجعك محمد انا عندك صوت الله يبارك صوتك شباب صح ما تغني كيبان لك صح صح منين جاني الصوت انا صح كي نهضر صوتي خايب خليك انا سمعت من العصفور من العصفور الكبير ولي عندك ديو مع نوال وراشا راح دير معكم الكليب راشا كانت انا زاد المحرم لا اعطينا مقطع والله ما نعرف نغني انا تحدي هذو التحديات عنا خلاص نوال داوي ديرها ديرها نوال اعطينا اعطينا واش مال في غني واش مال في تغني عمري ما غنيت نوال لا لا عنده مقطع عنده حجزناه شفنا في اليوتيوب شفنا شفنا في اليوتيوب غنى لا من لا لا غنى غنى ما عندك ما غنيتش انا كنت درت فمي نلعب اكتينغ ويوبي يغني مشي انا صوتي لا لا صوتك صوتك جيبي يوبي عندي انا نوال تبدا تغني جيبي واحد الخشب عندي انا لا صوته صوت لا ماني عارفه واش نغني اصبر انا نعطيكم حاجه اعطي لها اغنيه تعرفها باش تبدا وانت كمل معاها لا نوال تغني كلش جيبي نعطيك حاجه انا وعلاش نقول نوال حاجه ما توقعوهاش معليش مقطع صغير برك ماشي حافظ بزاف ما عرفتش اي موا جو سوي تومبي اون اسكلافاج دو سو سوغير دو سو فيزاج Je lui dis emmène-moi. T'as pris rien de tia, Allah, mais là t'es le mec. Alors, c'est pas صح والله ما شفتوش انت ما شربتيش الحليب ما شتيش كونان تحبي الماضي كي سير ما جيتيناش من هيك جات كبسوله والله العظيم جات كبسوله صح انا شفت سالي شفت ماروكو سانديبل ما غاتكش حار 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 بزاف سالي مسكينه مازال فيه مازال كحار اشرب لاتاي نروح نروح للروايات تاع الصباح لاتاي محقق وريمي كل ما يزيد ريمي دار لي لا ديبرسيون ريمي الخبز روح رابها Même les mecs qui ont de la recette de grand-mère. Maroco, je suis au Maroco, Thomas. Mais qu'est-ce que chef Maroco? Ah, Maroco, le Tomane. Hanin il a le Mardi. Ah, le Maroco, il a. Mais c'est ma femme. Ça va? Bon, pour revenir à Moufida. Pour revenir un petit peu en arrière. Le har tanik c'était une recette باش يضربوا بها الدراري الصغار كما كانت تقول لك لي سانكسيون لي بينيسيون كانوا يديروا بالحار. عندي واحد قريت في الفيسبوك لقيت واحد لا بوبليكاسيون ضحكتني قال لك علاش هاد زعما الجيل تاع دركا اللي ولاو ما يفهموش وهكذا وشغل خشان هكذا باسكو اكزاكتومون جي با بو يوتيليزي المو قال لك باسكو تنحات البليغات عن النيلون الحار صح كان هكذا انا عبك ماما كان عندها واحد البليغه اورانج ماشي اورانج صومون شوفي خبيتها عسيت نرميها عند الجيران جابت العاود تجيبها بصح كي نقول لك شحطه
شحطه تعاود تسقمك هكذا هكا هكا واحد الشهر وانت هكا. ما كانش ضربني مسكينة، ماما انا صح ماما لا لا انا بابا كان يضرب غاغمون بصح اذا بابا يضربك سمانه ما نقدرش. ماما خطا ضربتني خطره واحده في حياتها، جبت زيرو في الرياضيات في البريمير، خديتي طريحه من تمام كاع، جبت معدل مليح في الرياضيات. كاع رياضيات بانا انا حبيت نشكر نوال على الفصاج تاعها معنا، ان شاء الله شكرا ان شاء الله كان دوزتي معنا وقت الشباب. نوال واش تقولي لنا؟ تقولي يعني للجمهور. نقول لكم بلي راكم شابين وعجبني الديكور، قاعده انتم كنتوا تقصروا ان سيغتا مومون، قاعده نتخيل في الكليب هنايا، نقول للمخرج من بعد عرفات نقول نجي ندير كليب عندكم سيبا ولا زاكسبتي. مرحبا بك، سوي تخي كونتون كي جيت وشفت محمد. انا جو سوي فان دو محمد. اي رشا بيان سور سي انتم ثاني شكون ما يحبش مفيده ومنيا واميره. فوالا يا لا بروشين ان شاء الله. ان شاء الله مرحبا بك. تمام خلاص وقتي تاع الملاحظه. شكرا نوال، ميرسي بوكو. وحنا نروحوا فاصل ونعاودوا نرجعوا لكم. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام في موضوعنا الثاني اللي هو التغذية عند الأطفال، والتحق بنا طبيب الأطفال دكتور العوفي. مرحبا بك معنا. مرحبا. صباحك مليح؟ طيب الحمد لله. الحمد لله شرفنا بالحضور تاعك، وإن شاء الله نستفادوا من الخبرة تاعك وجميع النصائح اللي حتقدمهم إن شاء الله. قبل ما نسألوك الأسئلة نروح نشوفوا قبل آراء الناس وأسئلة الناس فيما يخص هذا الموضوع. الحليب البطاطا هذه كبرنا ولادنا، تيشه تاع السميد نديروها ياكلوها العصيده كما يقولوا. العصيده ايه صح. عندي سوشي ليغوم، لي ليغوم بوكو بلوس كيما اليقطين، اليقطين هذاك العصيده تاعو انا نبدا بهذوما، انا نيفيتي بوكو بلوس القمح، القمح ينفخوا ويسمنوا وان كونترير. انا نمد له مرسو خبز كي يولي عنده اسنان نعطي له مرسو هكا تاع خبز ولا مطلوع هكذا يبدا يمص فيه هو ويسبن، يلقى داك البنه تاع القمح هذيك وحدها ماشي شرط حتى يدي القمح يبلعو، هذيك البنه تاع القمح يلقاها في قطعه الخبز هذيك راح تفيدو. يعني نهضر انا ما نتبعش الاطباء 100%، بما انني انا بنتي هذه في السنه 3 اشهر اعطيت لها السردين مشوي وعطيته لها وراهي الكترونيك في السنه ان شاء الله ليسونس. يعني انا من نوع لا مامون نربي ولادي كما رباتني يما، نعطي لهم كامل 3 موا نعطي البيبي ياكل، نعطي له لي ليغوم، نعرف لي ليغوم بلي راهم ملاح، نعطي له الماكله، نعطي نعودوا الحركه تاع اليد، نعودوا بلي كي يدير عام لازم يولي ياكل بالمغرف، ياكل كما وكلونا احنا ولادنا، ماشي عام مازال تقول له تشتشي همي هاك وسخ روحه. نو انا سوي كونتر، انا عندي لا مامون يتعلم وليدها كما احنا صينيين يقول لك علمني كيف اصطاد السمك وليس كيف اكل السمك. يعني انا هذه هي العقليه تاعي. قلت لك تحب توكلها ما تحبش تاكلها، تعيا غير تعيط مسكينه، بصح الله غالب احنا حبينا دو سات موا يقرب عندها 7 شهور ونحوسوا نوكلوها وما تحبش تاكلنا. مي الحمد لله ما نقولوش تشرب بيبغون ترقد لاباس بها الحمد لله. انا ما نكذبش عليك، دو 4 موا كنت نوكل تاع 4 شهور كنت نوكل بكري ودرك ماشي كيف دوك يحوسوا كيما يحبوا هما ماشي كيما نحبوا حنا. انا هاي بنتي من البارح تواسات لي وكامل درت لها شويه زيت شويه منها دلك تاع الحمد لله. حنا بكري كنا نديروا غير بالزيت وهما دوك غير بلي بوماد ومنا وانا نخليهم باسكو على حسابهم دوك كل وقت ووقته بنتي. نبدا نوكلهم في 3 شهور نبدا ندوق لهم الماكله
ندير لهم هكذا ليغوم شويه زروديه شويه تاع بطاطا نديرها لهم ونديرها لهم مرحيه تجي جاريه كي الحليب نعطيهم يشربوها في القرعه يشربوها في القرعه ومن بعد نبدا بالعقل 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 نبدا نوكل لهم كي يولوا مولا 6 شهور يولوا يعطيو لا بلامين نعطيو بطاطا لابيغي بزيت زيتون ولا بالزبده ولا ايوا من بعد يولي ياكل نورمال مع كيما ناكلو حنا نطيبو نقولو جواز ما نديروش الفل كحل ما نديروش الحار ما نديروش نديرو جواز بطاطا ولا على حساب ما كانوا بكري ما كاينش كيما دروك الدجاج كل يوم وهاديك وهاديك كانوا جواز بطاطا ولا ونعبزرهم ياكلوا مع خاوتهم والحمد لله الراجل راه راجل والمراه مراه لانه يعني الطفل يحتاج يرضع يماه عامين كاملين انا شخصيا رضعت ولادي كاملين عامين لي رضعته عامين ما ديتوش السبيطار وما درت ما ديتو لعند الكيني واللي رضعت 6 موا صرات لي انا اكسيدون شغل الفالي نحبس لها الرضاعه دائما مريضه دائما في السبيطار بارابور لولادي اللي رضعوا فيا الحمد لله تجيهم حمى في عشيه وحده ندير لهم ان سوبو الغدوم داك يكونوا ملاح يعني ما صفقش هذه باسكو انايا راني شويه شوكي ما عرفتش اذا نتوما موافقين يعني واش هضروا انا عجبتني تاكل وحده والصياده والاسماك و... لا لا قالت لك وكلتها السردين 3 شهور دكتور نرجع لك بعدين بينا نستفادوا من النصائح تاعك والمعلومات تاعك 3 شهور تمت السردين طفل صغير يعني واش رايك في هذا الموضوع؟ اللي سمعت لهم دروك كاين حوايج اللي ماهمش نيشان ياك وكاين حاجات ثانية اللي مليحه كذلك المراه اللي تكلمت باللي لابرونتيساج تسمى الولد ولا البنت ولا الطفل الصغير تعلمه مليحه هذيك تعلمه الذوق تعلمه المغرف تو سا سي بيان ولكن لابرونتيساج هذا ميسرى يسرى عنده مرحله واه مرحله في الدنيا هذا مكان لما نحاولوا نمدوا مبكرا تري بريكوسيمون لي زاليمون لا هنا ماناش في الفائده باسكو هذاك الجسم تاع هذاك لازمنا غير بالعقل مثلا انتروديكسيون دي زاليمون لما نبدو نوكلو زياده على الرضاعه الرضاعه فيها زوج فيها الرضاعه تاع الصدر تاع الام وهي ليديال ناتورال ليديال اوكان لي نو بو رومبلاسي لو ماتيرنال ما قدوش لي ما ترضعش لي لغرض ما ما ترضعش بالصدر تمد حليب بصح يكون ادابتي يكون ادابتي ديلي ماتيرنيزي ادابتي لانفون وهنايا لما ندخلوا زياده عند الحليب نبدو ندخلوا في الماكله سادي لا ديفيرسيفيكاسيون اليمونتير كاين لي زيكول اللي يقول لك نبدو من 4 اشهر سي سكو نابيل لا فونيتر دوبورتونيتي صحيح دكتور نقاطعك برك في هذه النقطه باسكو انا سقسيت على هذه تاع ميدسان سقسيتو على 4 شهور قال لي باللي كاين كاين اللي يشربوا حليب اصطناعي يبداو لهم 4 شهور بصح اللي يرضعوا رضاعه طبيعيه يبداو لهم 6 شهور اسكو كاينه هذه يعني قانون ولا لا لا هي بين كاين اختلاف ما يكونش كبير بين العلماء بين المدارس وين باغ اكزومبل كاين اللي يقول لك ابارتير دو 4 موا 4 شهور تبدي تدخلي في الاخر باش مي تكملي 7 شهور اكيد وقتيه ابوبخي كل شيء الخضر الفواكه اللحوم البيض تدريجيا ولا ديري من 6 شهور وتبدي تدخلي خاطر هنايا من بعد الاحتياجات تاع الطفل اي جوستومون باغي تزيد ومي باغي تزيد لازم لك تدخلي دير لا ديفيرسيفيكاسيون اليمونتير باش سورتو كيما عندك الحديد في الاليمونتاسيون لو فير كي تري امبورتون وندير بصفه بصح تدريجيه بصح ماشي عند 3 شهور كاينه مره واحده اخرى ثاني سمعت لها مليح حولين كاملين حتى واحد بيرسون دي الكونترير مليح بصح ثاني حنا ربي ما خلقش الطفل تاعنا باش يشرب غير الحليب لا حنا اومنيفور ياكل كل شيء ياكل الحليب الخضر الفواكه اللحوم حولين كاملين تقدري ترضعي مليح
ولكن ولكن هذاك لو بيبي لما يزيد ابارتير دو 4 موا 6 موا لي ستوك اللي يكونوا عنده تاع الحديد يبدو اي سون تيبيزي زاد بهم اللي عندهم مه زاد بهم اي سون تيبيزي في هذيك لا دات هذيك هذاك لاج وين هنايا حتى وكان راهي يرضع حليب الام ولكن لازم لك تدخلي له تنوعي له الغذاء تاعه باش ما يطيحش في هذيك لانيمي كارونسيال تاع لو فير دونك مليح الحليب الام حولين كاملين سي با ان بروبليم بصح يفو سافا اوسي وانت تدخلي الغذاء المتنوع اللي لازم لهذاك الطفل باش لا كواسونس تاعها تكون تزيد. مليحه كاينه وحده ثاني قالت بنتها في عمرها 7 شهور بنتها يعني كانت مره كبيره قالت باللي بنتها ما كلاتش عمرها 7 شهور ما رفزت الماكله يعني واش حيكون ضرر تاع لو كان البيبي هذه ما تاكلش ولا ايه دونك لا بون فام الي تي ان بو تريست مي كانت تحكي على بنتها كانت زعفانه الاولى لو مومون هذاك الوقت الغذاء يكون وقت سا مومون دو جوا وقت فرح باين نتقاسموا غذاء مع ولادنا مع في العائله دونك ما نتقلقوش هذه الاولى الزوجه مي قالت بلي ما تبغيش حنا هنا سي سامبل لما نشوف الطبيب يفحص داك لو بيبي لكن نشوف هذاك لو بيبي ما عندهش مرض معين ما عنده حتى مرض وميزان تاعه راه مليح النمو تاعه مليح لا ربما الخطا راه فينا حنا كيفاش نتعاملوا معاه في الغذاء كاين حاجه سموها لو فورسينغ اليمونتير اللي ماشي مليحه نجمعه اطابل وخصوصا هي كل ديك الحاجه بالسيف Et après, en général, avec l'enfant, on va détester avec l'aliment par la suite. Anna, ma mère le faisait avec moi avec les bananes ou le miel. Aujourd'hui, je n'aime pas les bananes. Je déteste ça. Anna, j'ai une question par rapport aux enfants et surtout le fer. Est-ce qu'il faut leur en donner beaucoup ou là, il y a une quantité précise à donner à un enfant ou là... Je reviens toujours donc, à la philosophie de l'alimentation. Manger, c'est un plaisir. Ouais. Voilà. Pour tout le monde. Donc, voilà. Donc Anna, je préfère, ne pas penser combien, chiffres. Non. Il faut tout simplement que le monde soit équilibré, l'effet tout le monde, parce que tout le monde a une place dans le corps. عندك لما كيما قلنا كان الحليب سواء حليب تاع امه ولا ان اوتر لي بيان ادابتي على لونفون سينو من بعد الخضر كاع مليحه الفواكه كاع مليحه واللحوم كاع مليحه ايتترا هذاك لما نتكلموا على الطفل باش ما يديش لانيمي في ريبريف باسكو لانيمي في ريبريف سا ديمي تكون نقص في الحديد سي لا كارونس لا ماجوريتير هي اللي تجي اكثر اكزاكتومون فوالا هذيك باش نتفاداوها لما تكون لا نوريتور هذي ايكيليبري ومن بعد ندخلوها تدريجيا وفيها عندك الحديد هذا اللي هو تلاقيه مثلا في اللحوم ياك اللي تلاقيه في اللحوم الحمراء تانيك لا دان تانيك لا فولاي لو فو لانيو اتسيتيرا تلاقيه الحديد تانيك عاود في لي ليغوم باغ اكزومبل كيما الزبينار كابري كاين اللي ما يحبوش اللحوم كيما رشا باغ اكزومبل ما تحبش اللحوم تما سي كوا لالتيرناتيف الوغ سي ان بروبليم كيما لي كاين دي زونفون كي نيم با لا فيوند فوالا الوغ شو هنايا عندك باغ اكزومبل كيما قلنا العدس كيما قلنا ميم الحاجه الخضراء لي بروكولي لي زاريكو فير هذو كاع فيهم لا تونور اون فير بصح هذيك كاين عاود فرق في الحديد الحديد هذاك اللي موجود في اللحوم وكل شيء il est mieux absorbé par l'organisme humain que الحديد الاخر اللي موجود في هذا الخضر والبيض ben je vous conseille de prendre des mandarines super papa il doit les chercher voilà voilà parce que علاش la mandarine فيها la vitamine C et la vitamine C elle aide ce type de fer qui ne se trouve pas dans les viandes elle aide à être mieux absorbée. Absorbée par le corps. Et dans le corps, la vitamine C, on dit. Même si je suis grande, je vous explique, docteur,
انه ما عنديش بزاف من اللي ديكوفريت ولا بديت ناكل السمك او الحوت. تما ما ناكل اللحم ناكل الحوت ميم بكري كون جيتي انفا ماما تقول لي غير الدجاج. مش خلاني هكا سا كونتيان دي فيغ فيها الحديد فيها الحديد سيتي اكيليبري. معليش حتى وكان كان المهم لحوم وكان كان خضر كان كان فواكه وهادو كاع سي اكيليبري. بصح تقصي حاجه منهم توخريهم كاع ولا هذه اللي ولا تزيد عليها بزاف ماشي مليحه ثاني. واه انا جي اون اوتر كيستيون بارابور او مامون كي نالايت با تدير يا دي مامون اللي تقول لك انا على الغالب ما جانيش الحليب ولا ما جو نو با ولا ال نو بو با اليتي باسكو فوالا تخدم ولا ما عندهاش الوقت فبور ديفيرس ريزون. وشنو هو الحليب كي ادابتي يعني كومون لا مامون دوا شو الحليب اللي حتمدو لسون انفون. Parce que je pense que c'est un petit problème pour choisir le lait qu'il faut. Alors, Hanaya Ken Al-Hassab, l'âge de son enfant. Si c'est un nourrisson de 0 à 6 mois, il y a un lait adapté qu'on appelle le premier âge. Ou Ken de 6 mois à 12 mois, un autre lait qu'on appelle le deuxième âge. Et vous, c'est des laits, les rembénines. C'est-à-dire, le pédiatre, il va lui indiquer tel lait, chorbi al-lihlib ou chorbi al-lihlib. حنا المشكله اللي لاحظوها في لي كونسلطاسيون تاعنا لما نشوفوها هي هذيك الام اللي ما ترضعش الصدر تاعها ولكن يمدوا لولادهم حليب لي ديفاش حليب البقره لي سوا كرو سوا في الساشي اون بو لابلي ديفيرابون بو نو با سيتي دو مارك. هذاك الحليب اللي مدوه قبل ثلاث سنوات وهما راهم حاسبين بانهم راهم يمدوا حاجه مليحه باسكو حليب بقره هذاك هو الكارثه. علاش؟ خطر خطر. هنايا نولو ليستواغ تاع لو فيغ كيما قلتي مدام قبيلات تدي هاد الحليب تاع البقره هذا ماهوش إلي تخي بوفر أون فيغ راهو ناقص بزاف من الحديد وحتى البروتين اللي فيه بزاف ثقال بزاف باغابوغ ذاك لو نوريسون كي أ أن أون دو زون ميم تخوا زون. هنا واش يتولد عليه؟ عندك لي بروتين تالمون elles sont c'est très riche en protéines. Au chisra, il y a beaucoup de déchets azotés. Hadou les déchets azotés, mais بعد vont être éliminés par les reins, c'est-à-dire le bébé هذاك. Et vous allez forcer le rein, les reins à travailler encore plus. Alors que voilà صغير ما تخدمي لا كلاوي على بطل حليب اللي ما هو ماشي حامل. هذه الاولى. ثانيا très pauvre en fer, ما فيش الحديد بزاف. Le fait اللي ما فيش الحديد بزاف, هذاك الطفل هذاك il va développer une anémie carencière en fer. Il va la développer. Bah, il dit, nox fil hadid, بعد l'anémie, بعد مشاكل تجي. حاجه واحده اخرى ثانيه دائما نقولوها لهم في لما نفحصوا وليداتنا عندك لي اوميغا 3 مي سي تري امبورطون. هادو اوميغا 3 يساعدوا سورتو في هذاك. راح نسالك على هذا السؤال بعد والله نسالوا على المكملات اللي راهم يستعملوا فيهم الامهات اسكو خاطر ولا يعتمدوا غير على التغذيه الصحيه؟ كنت راح نسالك هذا السؤال بس كي قطعت لك كلامك. كاين امهات بزاف تزرب ولدي ما ياكلش سنان ندير له الفيتامين يروحوا يشريوا له من وبالك يشريوا بلا طبيب يروحوا يشريوا هكذاك يدبروا عليه صحاباتهم قال له وكلي له هذا حتى تلقى روحها في مشكل كبير. هذه جاوبنا عليها على بالي نص الامهات راهي تسمع. تخي بيان دونك جو ديزي باللي على لي اوميغا 3 هذو اللي هما يسحقاهم بزاف ذاك الطفل parce que le cerveau تاعه راه en développement راه en croissance يسحقه السيستم نيرفو تاعه ويسحقه حتى pour l'acuité visuelle نور العينين هذاك غير موجود في هذا حليب البقره اللي هي تمشي ديره كو سو سوا ساشي كاشي ايتترا هذاك موجود في هذاك لو لي دو كرواسونس كي ادابتي. اما الفيتامينات نولو دائما ميتولي في لا بريفونسيون بيان مونجي سادير انسان ياكل مليح وبصفة تكون متنوعة ما نمشيش حتى ولدي يعاود يمرض ونمشي أنا نمشي نجيب لي فيتامين. إي ساجي با دابورتي دي فيتامين ونعطيهم للطفل لا خصك تعطيهم لا بطريقة ناتوريل طبيعية خاطر في التغذية تانيك في التغذية راه فيها أن أبخونتيساج لما نقعد نوع له في الماكلة تاعه ذاك الطفل أي نعلمه أمور بزاف علمته شتا هو لي كولور لا كاروت سي روج بوم دو تيغ ها اللون لي زوبرجين ها اللون ايتترا غيتعلم. ثانيا اني علمته
الذوق هذا حلوه هذه سانطه علمت حاجه اخرى لا كونسيستانس تاعها سا سي دور سا سي مو هذه رطبه هذه عاصيه ونعلمه كومون بروندر افيك لو طون لا كويير وياكل تسمى هذا كاع سي ان ابرونتيساج ما خصناش نشوفوا فالطفل تاعنا سي با دي نيميرو سي با ان شيفر ماشي كومبيان دو فير كومبيان دو كالسيوم هادو خصك تولي سي ان ابرونتيساج سي ان انفون اون كرواسونس سادير انا دائما نقول لهم حاجه لونفون ماهوش ان ادولت مينياتور لا سي ان اتر هومان اون كرواسونس لازم لما يطلع بالكالسيوم تاعه المليح بالحديد تاعه المليح بالبروتين تاعه المليح بصح اون ابرونون افيك ان ابرونتيساج بصح راه يتعلم يتعلم الذوق يتعلم يكتشف الحار المالح بون حار بقى لي سؤال واحد اسمح لي بقى لي سؤال واحد برك نعم زوج اسئله ونخليكم بالك نص الامهات راهي تخمم كيما انا اللي هو التوقيت كاين النساء توكل ولادها في اي وقت خاصه هذوما اللي من كيما قلت انت من صفر حتى لست اشهر ثم بيزار انك وين تلقيه تلوحي لي فم والحاجات تلقيه فهمني بزاف اللي مش عارفين التوقيت التوقيت من ربع سوايع ساعتين كيفاش يوكلوا ولا كيما الكبير غدا عشاء اون ان برينسيپ تري كلير كونت اون ا فان اون مانج الطفل لما يجوع باغي ياكل حنا ديما لما نديرو كونسلتاسيون كونت يل اكزاميني بار لو بيدياتر لما يشوفه ما راهوش مريض من بعد لو فورسينغ اليمونتير ما نديروش من بعد الطفل هذاك باش ياكل بصفه متنظمه ولما يجوع راه باغي ياكل كان جو سوت سور لوكازيون للامهات كذلك هذوك مثلا تاع يكون لي زونفون سكولاريزي كاين واحد الخلل نشوفوا حنا في لي كونسلطاسيون تاعنا مثلا الصباح ما ينوضش بكري باش يمشي يقرا المدرسه مدرسه شويه بعيده عليه هو باغي يخاف pour rater son école. Qu'est-ce qu'il fait ? Il ne prend pas son petit déjeuner. Mais il ne prend pas son petit déjeuner. Il ne prend pas son petit déjeuner. Il ne prend pas son petit déjeuner. Et moi, je veux dire, pour que ça soit le une petite collation, ou une grande collation même. Il y a un sandwich, tu mets le cartable et il marche. Mais il marche, il ne peut pas se concentrer à l'école. Deuxièmement, il va manger à 10 heures pendant la récréation. اوكي من بعد لما يرجع ميدي هي بدو له كول تغدى صاي خلاص الى ديجا مونجي وبالك اللي كلاه ماشي حاجه اكيليبري على هادي انا شنصحهم الصباح ينوضه بكري قبل ما يقرا يلوغا لو طون باش يفطر باش يشرب القهوه تاعه اي بيان اكيليبري بارتيغ ا ليكول سون لو غوتي سي سكون فوزي حنا اوباغافون تمشي تاكلي ومي تمشي تبعي ومن بعد يرجع يكون جيعان يجمع يفطر يتغدى من بعد يمشي يقرا يعاود يولي بوغ ان بتي غوتي اي لو سوار سي لو ديني لو ديني كي موان كوبيو كو لو ديجوني فوالا محمد الرغيس على بالنا بلي قلنا عندك طفله الله يبارك ربي يحفظها دونك اسكو عندك دي كيستيون للبيدياتر ولا استفدت من واش هضر البيدياتر معانا انا من الناس اللي نتبع الطب لانه تجي تشوف في منطقي دكتور قرا سبع سنوات وزدي قرا سبيسياليتي مده خمس سنوات او اكثر يعني حتى يقرا اكثر من خمس سنوات وبعد من بعد يكون عنده ثاني خبره تاع خمس سنوات فلانه التيوريك والبراتيك يعني when you practice more you learn more ثم هو راهو عنده حالات يتعلم اكثر وعنده جاته حالات يعني حالات مختلفه فهو دكتور اصلي يتعلم ما كاينش دكتور يقول لك انا نعرف كلش بالعكس يتعلم من 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 الحالات اللي يشوفهم فمن الاحسن انه يتبعوا الدكاتره اللي يبقى المشكل مثلا احنا برا مثلا في امريكا مثلا تلقى حاجه ما كاين حتى نروح له نتصل به كاين الكوميونيكيشن كان طبيب العائله يعني كي تتصل به تقول له بنتي هاو واش صرا لها يقدر هو يقول لك مثلا دير لها غير اسعافات اوليه ثانك يو نو يقول لك مثلا تقول له كيما هذه في كل بلدان العالم غير احنا عندنا في الجزائر كيما قالت يعني
فمثلا كما قالت مفيدة واش قالت قالت انه الوقت اللي ياكل فيه البيبي يعني وقتاش، فهذه ما تحتاج حتى تروح دكتور، تتصل يقول لكم يقول لك ملي او ياكل في الوقت الفلاني، واذا شاف بلي حاله مثلا قالت له حاله واحده اخرى صعبه يقول لك غدوه موعد يجي. وثاني الدكاتره ما يديروش فيديوز مثلا، ما شفتش انا مع كل احترامات يعني الدكاتره ما كانش الوقت حتى باش يدير مثلا فيديو في اليوتيوب عنده لاشان تاعو ويتبعوه الناس ويتفرجوا. لا لا ما صح، مثلا الدكتور تاعنا مثلا الدكتور تاعنا عنده عياده طب اطفال وكلش وعنده لاشان تاعو في البلاطو. شحال مره شفتوه في البلاطو في الجزائر يعني؟ اول مره دكتور اول مره يعني ام سوري يعني الطبيب اول مره. واللي يبان في السوشيال ميديا معرش لي سكننا في البلاطو يعني لازم نحبوا شويه يعني لا شويه برامج نستضيف شكرا شويه نستفادوا اكثر نستفادوا اكثر ان شاء الله ما تكونش اول مره تعود تجينا دائما ان شاء الله. وقال الهضره هضرك بال يعني مصطلحات طبيه و ما شاء الله وهذه درسوها في سنوات مش يخرج لك بالنتيجه. يقول لك الطبيب يقول لك البيبي وقتاش ياكل وقتاش ما ياكلش وقتاش. وعندي سؤال واحد انا الوحيد الدكتور، انا يخص القماطة انا لانه كنت في ولد بنتي ولدت ليه الوالده قالت لي قمط راه ديريكت يعني فانا كنت ضد هذا الشيء نشوفها لانه الامريكيين ولا كل واحد عنده العادات تاعو البريطانيين الالمان كل واحد كيفاش قاع طوال شابين وما تقمطوا مور صح قلت لها الوالده انا اسمح لي نقاطعك محمد لانه موعد البرنامج راه قريب يخلص ما عندناش وقت. انا حبيت نعرف رشا عندك حاجه جديده بزاف ما شفناكش يعني واش جديد تاع رشا؟ عندكم بزاف ما شفتونيش سي فغي لانه غبت شويه فتره طويله سنه وش يعني عده اشهر لكن ان شاء الله قريب لكن ان شاء الله عن قريب راح يكون جديد خليكم سيربريز لكن راح نحاول وسيم كون اصار رايت سنة ان شاء الله ان شاء الله صاحبي انا عارف اذا هنا ولا لهيك يعني يعطينا بركه هكا تلميح انا نقول لهيك على بالك ان شاء الله نتمنى لك كل التوفيق رشا ومحمد. ما جاوبنيش على القماطه نعاود نجو حصه واحده اخرى نهضروا على القماطه. لا جاوب جاوب هو معاه هو معاه جاوبوا على القماطه. سا باس ان ميساج سي تري امبورتون. القماطه سي دير ميديو هكا. لا لا شايل القماطه ميرتون حاجه لا ميدسين الطب يعاديها وينفيها. حنا عندنا القماطه سي اون ابدكسيون مي دير لاكوش كيما هاك هذيك هي علاش تو سامبلومون خاطر لما نقمطوا بهذيك الطريقه نقدروا نجيبوا واحد المرض اسمه لوكساسيون دي اونش العلفه هذه تقد تنخص شحلو فرحان ها باسكو معلومه صحيحه. انا بدي ما نقبل لك قويله انا نحاربوا هذيك تاع القماطه. انت تقمطتي رشا؟ انا تقمطت. لا في هذا موضوع جدا يتفرجوا الامهات باش يغيروا من سي فغي بيبي صغير تخن قلت محمد رغيس واش عندك جديد ان شاء الله حنشوفوك قريبا واش راك محضر لنا؟ المفاجآت تاعي كي تعرفين خرج لك هكذا محمد رغيس حتى كي نفوتش التلفزيون ندير فيديو ما نشطح ندير ما ندير اي عفسه ممكن كل توفيق ان شاء الله محمد نتمنى لك التوفيق ان شاء الله باذن الله. انا قال لي في الكواليس احنا لحقنا مالوغوزمون نهايه الحصه جاست بزاف غافي جاست بزاف خفيفه انا كي قالوا لي خلاص الوقت هذا بدينا دونك ان شاء الله تكون جاست بخير. نعطي كلمه لمحمد يقولنا الأعزاء المشاهدين كان لي الشرف اني كنت معكم اليوم وديما اني فرحان بكم داخل الوطن وخارج الوطن وحاجه مهمه جدا فرحت بزاف معني نحبكم احنا رانا في الدومين معليش كي شفت الدكتور كي قالوا بلي طبيب وجمعنا في البلاطو واعطانا نصائح فالطبيب تقدر تقولي شيء مقدس يعني عندك الوالدين عندك الطبيب راهو انسان يعاون الناس يداوي الناس يعالج الناس فهذا شيء جميل جدا. بالانجليزية رغيس كون ديو لك سبتايتلز من تحت. It's a miracle, it's a miracle, I swear, it's an amazing thing. والله الدكتور يبقى دكتور. حتى كي تشوفي ترتاحي، أنا نقول لك. والله. والله. صافي بليزير، والله. أنا ما نعرفش الفرنسي بزاف، صافي بليزير. سي تخي 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 جونتي. تخي جونتي. رشا. En tout cas, merci beaucoup pour l'invitation. C'était un plaisir de vous faire cette حلقة. Inch'Allah, tu seras حلقة. Nous avons aussi جازت خفيفة على المشاهدين مع محمد الغيث, Nawal Elul et aussi docteur.
تما لو ميديسان، تما فرحت معاكم بزاف اليوم، و ان شاء الله ما راحش نطول بزاف اكثر. تما 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 ان شاء الله راه شوقا راكو حابين تعاودوا دكتور. J'ai découvert une ambiance bon enfant. C'est la première fois que je viens ici. Inch'Allah, avec les salons, avec vous tous. C'est une si comme si j'étais chez moi. Voilà. C'est l'impression que j'ai eue et sans aucun stress. Voilà. احنا هذول المغزى تاعنا انه اللي يجي يحس روحه في داره. اه وي وي هذه مفيده دائما تقولها. ديما نقول دارنا مفتوحه للناس كامل اللي عنده يتفضل. ميرسي دكتور مفيده. كيما العاده والعوايد الشكر لازم يكون، لانه نبدا بك دكتور لانك افدتنا صح كيما قال محمد، افدتنا احنا ممكن راح نكون جدة انا تسمى عندي طفل تسمى تاعي اي ممكن تسمى على خاطر عندي طفل واحد وكبير تسمى ربيت الصغر بالك كون عرفتك قبل ندي من نصائحك هذاك على بالك تدخل في جهه اخرى كان عرفتك قبل قلت كيف كيسباس يعني عرفت مين كان صالح بيبي بالك نستفاد اكثر من كيما قلت بالك ما نقمطش ما عندهمش اكسبيريونس بالك ما نقمطش بس انا قمطت يعني باش نخرج الله يبارك عليك اي والله يبارك ما خرجت له حتى عصبه الحمد لله الحمد لله الحمد لله اللي عندهم تجربه اولى كيما محمد رغيس يكونوا اباء تسمى هما يقدر يساعدهم عليها نبدا به هو نقول لك شكرا شرفتنا اليوم وان شاء الله ما نحتاجوك في اي موضوع راح نتصلوا بك هذه اكيد شكرا رشا نتمنى لك كل التوفيق شرفتينا بحضورك حبيبتي شكرا محمد كيف شكرا جيت بالراس مرحبا بك شرف لي واعزائي المشاهدين كالعاده نضرب لكم موعد الاسبوع القادم في موضوع واحد اخر وما كانش موضوع عالجناه ولا طرحه هنا ماهوش مهم ان شاء الله مونيا المهمين مشاهدينا الكرام كانت سهرة على الجدات وعلى الأولاد إن شاء الله نكونوا فدناكم مع الدكتور اللي كان حاضر معنا اليوم كنا حاضرين تاني مع الأصدقاء اللي كانوا اللي نورونا بحضورهم رشا اللي هي صديقة في الحياة واللي نتمنوا لها كل توفيق إن شاء الله هي لا تخي 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 بيل سيربريز اللي راهي جاية ونتمنوا لها يعني راح تشرفنا على بالنا محمد الغيز على بالك بلي يعني أنت باب دائما محلول الجزائرية وأنا راك وليدها لان راح نشوفوك ثاني في رمضان هدايا وفي دو بيل سيربريز اوسي حنا نقول لكم مشاهدينا الكرام ان شاء الله ما طولناش عليكم ونتلاقاونا على الاربعاء الجايه في حصه جديده ضيوف جدد ومواضيع جديده شكرا مونيا وانا نقول لكم نتلاقاو في حصه جديده ان شاء الله انا نقول لكم تبعوا الفيلينغ تاعكم ثاني احساس تاع الام ثاني من ذاك يكون صح ونشوفكم في حصه جديده الاربعاء الجايه قناتكم المفضله حصتكم المفضله سلام ديكور إمبراطورية الأتات